ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الاربعاء 29 ديسمبر كانون الاول 2021. مش هتعرف تتغلب على العقبات اللي انت بتراها امامك في الوقت الحالي. حتى لو حاولت انك تحلها بالطرق القديمة المعروفة، لازم انك تغير مدخلك وتتوصل الى استراتيجية جديدة، وانك ما تسمحش للاخرين بانه يغيروا رأيك او حتى خططك كتير. بيكمن الحل بدخلك، فببعض الثقة بالنفس بتستطيع انك تتغلب على هذه المشكلات وتمسك بزمام الامور مرة تانية. بالنسبة ليك مهنيا، بينظرك اليوم ده بارتباك وبعض القلق أو حتى النزاعات، وهو غير مناسب علشان تتحرك على صعيد العلاقات العامة النهاردة، فخليك في مكانك زي ما انت. بالنسبة ليك عاطفيا، رغبة الشريك في استيضاح المستقبل هتعد ضرورية ومهمة بالنسبة ليك. صحيا، هتجتاز أزمة صحية خطيرة بفضل صلابتك وقدرتك على انك تتخلص من كل الضغوط اللي بتمر بيها في حياتك من أزمات أو حتى مشاكل. توقعات برج الحوت للرجل: ما تخافش من الفشل في أي عمل بتقوم بيه النهاردة، لأنه ممكن إنك تتغير لو فشلت وتعلمت من فشلك. ممكن إنه تحدث شيء يغير أفكارك وحتى قراراتك، علشان كده هتشعر بإنك مشوش، ومن الأفضل إنك تأجل إنك تاخد أي قرارات اليوم. ممكن تتفاجأ ببعض المشاكل اللي ممكن تظهر. كل اللي أنت بتحتاج ليه اليوم هو إنك تتحلى بالهدوء وتبدأ في إنك تحل مشاكلك أول بأول. توقعات برج الحوت للمرأة: ما تيأسيش وابقي في طريقك، أنت قادرة على المثابرة. روتينك اليومي بيصلح لإنجاز المهام اليومية، وربما عليك الانفتاح لأفكارك الجديدة وطرق مختلفة النهاردة. بالنسبة لك عاطفيا، يومك خالي من المشاحنات والظروف الضغطة، وهتسود سمائك أجواء لطيفة ومشجعة على التعبير عن عواطفك. قراراتك الصائبة تكون دايما كما خططت ليها، لما كان عليها ببعض الصبر. توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير لواحد مارس: أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وهتشعر بتناغم تام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضا. ده بيأثر على الآخرين لملاك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول أنك تحافظ على هدوءك. توقعات العشرية الثانية مواليد 2 مارس ل 10 مارس: يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وده بيعني انك هتستطيع تطبيق اصعب الافكار اليوم. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مارس ل 20 مارس: يمكنك اليوم تبني موقفا مؤيدا علشان تقوي الروابط الاسرية، وهتقبل الدعم مع عائلتك النهاردة بسعادة، وهتدعمك بشدة في خططك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيتماشى عطارد مع كوكب الزهرة وبيرجعوا للوراء في وقت مبكر اليوم، وهيستجمع بلوتو في وقت مبكر غدا معه، وهيتم التركيز على مناقشات مفيدة أو فحص للماضي. هناك ميل لتحليل العلاقات والمشاعر اللي بتتعلق أساسا بالروابط السابقة، بينما يعطينا هذا منظور جديد للقضايا والمشكلات القديمة، ما زلنا لا نملك الصورة كاملة. كذلك مع وجود بلوتو في اللعبة، قد نكون مصرين جدا على الحصول على المعلومات، لكن قلوبنا قد لا تكون مستعدة لذلك. في المساء هيقوم تقويض ثقتك مؤقتة، ويمكنك لمربع اليوم بماكرون: لكننا مستعدون وراغبون في العمل من أجل شيء مهم. بالنسبة لنا، إلى إثارة عدم الأمان ممكن يؤدي إلى عبور وعدم يقين بشأن اتجاهنا أو قناعتنا أو حتى أغراضنا. من ناحية أخرى، بيساعد العقول المريخ وزحل في الانضباط الذاتي والاعتدال، بنميل إلى تفضيل الأساليب التقليدية والعمل نحو طموحات متواضعة. إنه وقت مناسب لتهدئة طاقتنا ووتيرة أنفسنا بشكل إنتاجي وتنظيمها. بيقضي القمر اليوم في برج العقرب، بيدفعنا إلى تحديد الطبقات المخفية في حياتنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.